ناحية اليسرى ملعب المباراة عن طريق من يتواجد حسين عبد الرحمن. حتى الآن الأفضلية ما زالت في نتيجة اللقاء، لكن الكفة متساوية في الملعب، الكفة متساوية في الملعب، وتمريرة حاضرة بشكل جميل. إدياكيت إسماعيل، خطارة، الجول، جول، جول حاضر لموريتانيا، جول حاضر لموريتانيا. منتخب المرابطون يسجل ثاني الأهداف عن طريق البديل حمية طنجة، يضع ثاني أهداف موريتانيا، وموريتانيا تتقدم من جديد، وموريتانيا تؤمن نتيجة اللقاء، وموريتانيا تعلن الوصول إلى دور المجموعات بعد كرة بدأت عن نفس اللاعب حمية طنجة اللي تحرك واللي راح داخل المنطقة، وتمريرة حاضرة من إسماعيل، إسماعيل دياكيتي، وتصويبه يا محمد أمان، يا محمد أمان حارس المرمى، يتصدى في المرة الأولى لكن هربت في المرة الثانية وتوجهت لشباك المنتخب اليمني، وأعلنت الوصول ثاني أهداف لمنتخب المرابطون لبلد المليون شاعر عن طريق طنجة، يضع هدف ثاني لمنتخب موريتانيا.